مش بتدخل عليها الارقام وتجمع بس، لكن ايه كمان بتتعامل معاها التعامل الذكي ده. كويس قوي. نيجي بقى نبص لموضوع تاني. لو علمنا على ده وسيبناه بقى من العلامه، طبعا العلامه دي نفسها لو ضغطت عليها هيعمل لك عمليه الجمع اللي هو السبميشن. اهو كده جمعنا، تمام؟ ماشي. لا انا مش عايز اعمل جمع بقى، اضغط على السهم نفسه اقول له ايه، انا عايز الافريج، الافريج اللي هو المتوسط. عايز اعمل الافريج اللي هو المتوسط، علم كده اهو، ده الافريج، الافريج بتاع رقمين ان انا اجمعهم على بعض واقسمهم على اتنين. انا معايا برتقانتين وانت معاك برتقانه وعايزين نقسمهم بالعدل، فنعمل ايه؟ نحط الاتنين على بعض، فدي اتنين زائد واحد بيساوي تلاتة، او مقسم التلاتة على اتنين انا وانت، يوم كل واحد يبقى نصيبه واحدة ونص. ده الافرج، ده المتوسط الحسابي. كويس؟ تمام. اعلم على ده واقول له لا انا عايز اعمل اشوف الماكسيمم بتاعهم، يعني رقمين عايز اعرف مين الكبير فيهم، الاتنين اكبر من واحد. طيب عايز اعلم كده اهو، اقول له اشوف المينيمم بتاعهم. كويس. طيب واحد يقول لي ينفع اقوم واخد من دولت كده كوبي ونازل كده اهو. كويس. عايز اجمعهم اضربهم في بعض، ينفع اضربهم؟ اه ينفع تضربهم. ممكن تضربهم باكتر من طريقه، هنقول على طريقه جديده دلوقتي. انت عرفت تضربهم عن طريق الزرار ده، عرفت تجمعهم وتطرحهم وتعملهم عن طريق الزرار ده، تمام؟ في عن طريق الزرار ده في حاجه اسمها مور فانكشنز، الحاجات اللي احنا استخدمناها ديت اسمها فانكشنز، يعني ايه؟ دوال. البرنامج بيتيح لك خيارين اتنين وانت بتعمل العمليات اللي موجوده فيه. الخيار الاولاني انك تعمل عن طريق الفانكشنز، يعني الدوال اللي موجوده جوه البرنامج نفسه. كويس. الخيار الثاني انك ما تعملش عن طريق الفانكشنز، انك تعمل عن طريق الفورميولا. يبقى انا عندي طريقتين، الفانكشن والفورميولا. الفورميولا انك تعمل ده صيغه بنفسك، يعني الفورميولا تصنع الحاجه على ايدك. كويس. الفانكشن انك تستغل حاجه البرنامج هو عاملها لك جاهزه. كويس. يبقى فهمنا الفرق ما بينهم. كويس قوي. اللي احنا عملناه ده كله كان ايه؟ كان فانكشن، لان احنا استغلنا البرنامج اهو، ضغطنا على الزرار ده وما عملناش حاجه، ما شغلناش مخنا في حاجه. طيب امال التانيه دي هتبقى ايه؟ التانيه دي هتيجي على الزرار اللي انت عايز، على قصدي الخليه اللي انت عايز يطلع فيها الناتج. انا عايز الناتج يطلع هنا او هنا او هنا، الناتج يطلع في اي حته، انا عايز الناتج يطلع هنا جنبه، ناتج العمليه اللي انا هعملها. فاقوم ضغط عليه وبعدين ضاغط يساوي بالكيبورد بتاعتي، وبعدين اقول له ان الخليه ديت بتساوي حاصل ضرب خليتين. ايه هما الخليه ديت؟ ضغطت عليها فكتب لي اسمها. نيجي هنا لنقطه مهمه جدا ما كناش قلناها في الاول، ان كل خليه في البرنامج لها اسم، لها اسم جاي من اسم العمود واسم الصف. خليه اهي، ده عمود وده صف، احنا قلنا ان هي تقاطع خليه مع عمود مع صف. كويس. فلو جينا نبص هنلاقي دي، ولو جينا نبص هنا نلاقي تسعه، فدي تسعه. كويس. فالخليه اللي احنا واقفين فيها دلوقتي ديت اسمها دي 9، فهو عمل لي دي 9. انا اقول له انا عايز دي 9، واقوم قايل له في، اقوم ضاغط على زرار ايه؟ في علامه الضرب. كويس. في انهي بقى حاجه؟ في الواحد، اللي هو الواحد ده ايه؟ اي 9 برضه. يبقى انا الخليه ديت اللي هي اف 9، خليه رقم اللي اسمها اف 9، تمام؟ ده اسم الكلام اللي احنا بنقول عليه ده اسمه النيم، اسم الخليه، اسم الخليه ايه؟ اف 9، زي ما انت اسمك احمد او محمد او ابراهيم. كويس. فاف 9، خليه اف 9، الخليه اف 9 دي بتساوي الخليه دي 9 في الخليه اي 9. كويس. وبعدين اضغط انتر، هلاقي ان 2 في 1 بكام؟ ب 2. طيب لو عايز انا 8 في 9 ب 72. كويس. طيب واحد تاني يقول له طب عايزين نعمل عمليه القسمه بقى. اقول له نفس الفكره، قوم واقفين تاني اهو وعاملين يساوي، وبعدين اقول له ان انا عايز اقسم الحاجه ديت على الحاجه ديت، واضغط انتر. واحد مش مصدق، واحد برضو مش مصدق. خلاص. اي حاجه بعملها اقوم عاملها وضغط انتر، انتر بينزلني خليه لتحت. ممكن بقسم الاتجاهات اتحرك يمين وشمال عادي زي ما انا متعود. خلاص. تمام. احنا كده اتعرفنا على الواجهه بتاعه البرنامج. كويس جدا. تمام. ماشي. لو حابين بقى نعمل حاجه تانية، نستعرض برضو القوائم اللي موجوده في فوق ديت. لو ضغطنا على كلمه ابراهيم وعايزين نعملها هايبر لينك، هنلاقي هنا علامه الهايبر لينك اللي هو بيقول انسيرت هايبر لينك. هايبر لينك ده ممكن اكتب عنوان معين، ممكن اكتب عنوان مثلا www. هنا اهو
جوجل دوت كوم اقول له اوكي. فاول ما اضغط على ابراهيم يفتح لي صفحة جوجل. ده حل. عندي مشكلة في البتاع ولا ايه؟ المفروض ان هو يفتح جوجل دلوقتي. المهم لما اضغط عليه كده يبقى انا عملت هايبر لينك انيبل توبه. في مشكلة في بين البرنامج والنت، مش موضوعنا. المهم انا حولت دلوقتي اسم ابراهيم بدل ما كان حاجة عادية لحاجة ايه؟ لحاجة هايبر لينك. يعني ايه هايبر لينك؟ يعني ارتباط تشعبي، يعني حاجة بضغط عليها بيفتح لي حاجة جديدة. واحد يقول لي طب ممكن بدل ما اخلي كلمة ابراهيم دي تفتح لي حاجة ان انا اخليها تفتح لي حاجة في قلب الجهاز. ازاي؟ ولنفرض مثلا واحد عايز يعمل فهرس لجهازه، هو عارف انه عنده 1000 كتاب، ال1000 كتاب مرصوصين في الجهاز فوق بعض كده رصه زي ما احنا بنشوفهم في قلب الاجهزه بتاعتنا مترميين، تمام؟ او 1000 مثلا مش عارف ايه، او واحد عايز يعمل فهرس لسنه اولى كمبيوتر، فهو عارف اسامي الحلقات كلها، وكتب اسامي الحلقات كلها في شيت اكسل، دي الحلقه الاولى، دي الحلقه الثانيه، الثالثه، الرابعه، ازاي اتعامل مع مش عارف ايه، ازاي اعمل مش عارف ايه، اتعلم الورد في ساعه، شرح مش عارف ايه، تعليم ما اعرفش ايه، الحلقات اللي احنا عملناها كلها، رص ال 61 او ال 62 حلقه اللي احنا عاملينهم دولت زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا متعودين. لو بصينا على الموضوع دوت هنلاقي بقى في حاجة مهمة قوي. هي ايه؟ ان انت ممكن تحول الحاجات والاسامي اللي موجودة عندك ديت لهايبر لينكس. يبقى انا عملت فيرس للجهاز، يعني انا اقدر اعمل فيرس ايه للجهاز بتاعي. ممكن بدل ما اضغط هنا على ابراهيم اخلي ابراهيم دي يفتح لي الصورة معينة. تمام، اخش من هنا اقول له هنا اكزيستنج فايل كارنت فولدر، اقول له ان انا عايز اخش جوه ماي بيكتشرز، واقوم جاي ضاغط على مثلا بلو هيلز دي، اقول له اوكي. بعد كده اقوم ضاغط كنترول، يس، بيقول ان الهايبر لينك ممكن تكون مضره بجهازك مش عارف ايه. فتح لي اهو الهايبر لينك، فتح لي الصوره دي. يبقى انا عن طريق كده ممكن افتح اي برنامج او اي حاجه على الجهاز بتاعي. ربطت الجهاز كله ببعضه عن طريق شيت اكسل، عملته خلايا ومش عارف ايه، زي واحد عامل جدول فيه كل الكتب اللي عنده. هو في عنده مكتبه فيها 1000 كتاب، فهيقعد بقى يدور ويدعبس في ال1000 كتاب كل شويه؟ لا، فهو منقم الكتب. فانا بقوم باصص في الكتاب بتاع، بقوم باصص قصدي في شيت الاكسل، او بقوم باصص في الجدول بتاعي على رقم الكتاب اعرف ان هو رقمه 105، اقوم باصص بعيني واصل لحد رقم 105 وطلع الكتاب في ثانيه واحده. كويس، بدل ما اقعد ادور عليه وسط ال1000 كتاب وما اعرفش اطلعه. كده عرفنا في مفهوم الهايبر لينك وان احنا ممكن نفتح بيه صفحه نت، او ممكن نفتح بيه اكزيستنج فايل فعلي موجود عندنا على الجهاز. طول ما انا شغال بيحصل ان انا بغلط، فبحتاج ان انا اتراجع عن كلامي. ففي زرار هنا اسمه ايه؟ اندو. لو ضغطت عليه بيرجع في كلامي مره، اضغط عليه يرجع تاني. شوف، رجع لي كلمه ابراهيم زي ما كنا من شويه. لو فتحنا كده هتلاقي كل الاوامر اللي انا عملتها، لو انت عايز ترجع فيها كلها هترجع فيها خالص. كويس، دي زي ما احنا كنا من فتره. كويس، طبعا الاندو والريدو ده بيبقى له استيعاب معين، يعني مثلا بيقدر يحفظ اخر 10 حاجات انت عملتهم، اخر 20 حاجه انت عملتهم مثلا يعني. كويس، انما ما بيقدرش يستوعب اكتر من كده. هنعمل كده ونعلم ونمسح ده تاني. كويس، ده الاندو. طب في حاجه اسمها الريدو، لو انا رجعت في كلامي عايز ارجع في كلامي اللي انا لسه راجع فيه. يعني انا كتبت واحد وبعدين اكتشفت ان واحد ده غلط، كتبت اتنين، تمام ماشي. لو انا عايز اعمل دلوقتي انا واقف فين عند الاثنين اللي هي الجديد، لو انا عايز ارجع للقديم اكتب ايه؟ اعمل اندو، تمام. لو انا عايز ارجع للجديد تاني اللي هو الواحد اللي هو الاثنين، يعني انا كتبت بلاش الارقام، كتبت احمد وبعدين شفت ان اسم احمد غلط، تمام، فكتبت محمد. ده لسه ما استخدمش اندو ولا ريدو. بعدين حد قال لي لا ده احمد هو اللي كان صح، فعايز ارجع في كلامي، انا دلوقتي واقف عند محمد فبرجع لاحمد. كويس، واحد بقى جه تاني شككني في نفسي وقال لي لا ده محمد هو اللي صح. كويس، فده بيفتح بقوم طبعا لما احب ارجع من احمد لمحمد تاني اقوم عامل ريدو. فالمهم ان اندو وريدو عكس بعض. كويس، فانا بستخدم فيهم الموضوع زي ما انت شايف ومتعلم معا. تمام. ولنفرض ان انا دلوقتي ظبطت خليه معينه، جيت على خليه معينه وظبطتها، بذلت فيها مجهود. ازاي بقى ظبطتها وكتبت فيها زي ما موجود؟ كتبت مثلا احمد
احمد ابراهيم فال بالخليه. وبعدين خليه احمد ابراهيم ده خليته في الوسط، طبعا هتلاقي الزرار بتاع اللي في الوسط غير مفعل، لازم اتك بره واجي اعلم هنا، فاقوم ايه مخليه في الوسط كويس، وتخنت الخط وظبطت الخط وعملت مش عارف ايه، خليت احمد ابراهيم ده بفونت معين، بذلت فيها مجهود معين يعني كويس، وعايز اعمل من الخلية دي 10، هو انا لازم اعمل نفس الخطوات ديت وجيت هنا برضو وخليت ده وخليت ده؟ أيوة. يبقى انا غيرت شوف كام حاجة، هل انا محتاج ان انا اعمل من الخلية احمد ابراهيم ديت 10 مثلا، محتاج ان انا اكرر نفس القهوة عمر ديت، ده انا عملت يجي 10 حاجات، محتاج احفظ الحاجات ديت واقعد اكررهم كلهم؟ لا، في حاجة بيقول لي ان انا عايز مجموعة خلايا شكل بعض، فهاخد شكل الحاجة مش الكلام اللي جواها، هاخد شكلها بس، شكلها كوبي واعمل منه نسخ بيست بيست بيست، بس مش الكلام. يعني انا دلوقتي هكتب ابراهيم هنا، وتحت شوية اكتب محمد، محمد علي مثلا، وبعدين محمود زكي مثلا، اسامع شويه تمام، ابراهيم علي برضه مثلا خلاص. يبقى انا دلوقتي عملت شويه حاجات تمام، الاسامي دي كلها عايزه تبقى زي احمد ابراهيم، اعمل ايه؟ قال لك في حاجه عبقريه في الاكسل وفي الوورد برضه وفي الاوفيس كله اسمها فورمات بنتر، يعني الراجل ده بينسخ لي الفورمات، الفورمات اللي هو التشكيل اللي هو الشكل اللي هو اللاي اوت اللي هو الحاجه شكلها عامله ايه، الوانها احجامها الشكل، بس مش الكلام تمام. انا عايز احمد ابراهيم يبقى شكله شكل ابراهيم، قصدي علي يبقى شكله شكل احمد ابراهيم، فاضغط على دي واضغط ضغطه على الفورمات بنتر، هيقوم يتحول لي الشكل للشكل اللي انا الجديد اللي انا شايفه ده اللي هو فيه فرشه، واقوم ضاغط ضغط على ابراهيم علي، وفاجئ بان ابراهيم علي بقى شكله شكل احمد ابراهيم بالظبط كويس. طيب اجي بقى اضغط على محمد علي، الاقي ان شكل السهم عادي، ما فيش فيه الفرشه اللي كانت موجوده من شويه. واحد يقول لي بقى لا ده اطمنك انت ضغطت على فورمات بنت الضغطه واحده، فهو فهم انك عايز تعمل بيها مره واحده. طيب واحد يقول لي لو انا عندي 20 حاجه وعايز اعمل نفس الحكايه، كل شويه هرجع لاحمد ابراهيم اخد منه نسخه، اقول له لا انت تضغط على احمد ابراهيم بس بدل ما تضغط هنا ضغطه، لا اضغط عليها ضغطتين. معنى كلمه ضغطتين بقى ان انا عايز اخد منها نسخ كتير قوي، فالفرشه دي شغاله معايا يعني لحد ما انا اضغط على اسكيب. ادي محمد علي وادي محمد زكي، ولو في تحت 20 واحد هنعملهم كلهم بنفس الطريقه كويس. فالحكايه دي طبعا اداء وحكايه عبقريه جدا، ضغط على اسكيب وبعدين اعلم على الرجاله دي كلها واضغط كليك يمين، هلاقي التنسيق بتاعي ما اتمسحش. طبعا عارفين الاداه العبقريه لمسح التنسيق والمسح الاشكال والالوان، كلير كلير اول كويس كويس جدا تمام. طبعا عارفين كوبي بيست احمد محمد، ادي احمد ومحمد، ادي احمد محمد، لو ضغطت عليه كده وعايز اخد منه كوبي، ادي الكوبي واضغط تحت هنا وبعدين اضغط بيست، ده كده بيست. طيب لو انا عايز اخده بقى اضغط اسكيب، لو انا عايز اخده كات، يعني ايه الفرق ما بين الكوبي والكات؟ ان الكات بقصه بقى مش باخد منه نسخة بس، لا ده انا بقصه بالمقص وانزل تحت اعمل له بيست الزق خلاص كويس اوي. في الاكسل مكتبه جايه معاه ممكن اعمل عليها ريسيرش، يعني ممكن اعمل بحث عن معنى كلمه، معنى كلمه بالانجليزي انا مش عارفها، بكتب اسم الكلمه هنا معنى، فببحث عليها في قاموس انجليزي او قاموس عربي، معلومه معينه بكتب الاسم مثلا الشخص اللي انا عايز اعرف تاريخ ميلاده وحاجه زي كده واضغط ايه سيرش، دي حاجه ما تهمناش قوي بس ادينا بنقول لو عايز تجرب فيها جرب. نفرض ان انا كنت غلطان في اسم ابراهيم ده وكاتبه بالشكل ده، ففي حاجه اسمها تصحيح لغوي اللي هو السبيلنج، اقوم ضاغط كده فهو يقول لي ابراهيم ديت ايه، ابراهي ديت، ابراهي ديت مش موجود عندي في القاموس بتاعي، هو الاكسل في قلبه قاموس في اغلب الكلمات العربي او في كلمات عربي المشهوره، يعني طبعا اللغه العربيه لغه رهيبه جدا فيستحيل تحط كل كلماتها في قاموس واحد. المهم فادي ابراهيم، فبيقول لي إيه انا عندي كذا اقتراح، ممكن تختار ابراهيم او ابراهي بس تحط مش عارف تغير فيها ايه او ابرامي او حاجه زي كده، فانا اقول له لا انا عايز ابراهيم، اقول له ايه
change. change يعني صحح الكلمة صح. يبقى انا كده عملت ما يسمى بالتدقيق الإملائي. في تدقيق إملائي ونحوي، قصدي تدقيق إملائي ونحوي. ممكن كلمة تكون غلطان في حرف من الحروف، أو ممكن تكون غلطان في التشكيل. كمان الإكسل والحاجات اللي زي ديت بتفهم في التشكيل، بس تفهم على قدها يعني، وهي متعلمة شوية قواعد. طبعا بيغلطوا كتير جدا في الحكاية دي، فما تعتمدش برضه على التصحيح الإملائي واللغوي ده، ما تعتمدش عليه، لأن قاعدة البيانات بتاعتهم ضعيفة في الموضوع ده، وتعامل الكمبيوتر مع لغة زي اللغة العربية بتوسعها بيبقى مش بيرفكت قوي. في طبعا لو انا عايز اطبع الحكايه ديت بضغط برنت بريفيو، اشوف شكل الحكايه اللي انا عايز اطبعها، الاقي نص ابراهيم في ناحيه ونص اسمه ايه ده في ناحيه، لان ايه، لان انا مش مظبط الطباعه. هاجي الاقي هنا خط الطباعه اهو، او موقف عليه محرك الدنيا كده، كده انا حركتهم بحيث ان هم كلهم دخلوا بقوا في حتة معينة اهو، فبقوا في حتة معينة بقوا في نفس الصفحة. فلو ضغطت على البرنت بريفيو هلاقي ابراهيم في وسط الصفحة كويس. يبقى دي بتنحرك احرك بقى، وبخلي بالي بقى من الصفحة، من الموضوع ده، لان هو بيجي يقسم الصفحات، يقول لي انا هطبع لحد خلال 54 دي في صفحة واحدة، لحد من اول خلايا 55 اطبع في صفحه ثانيه. فالناس اللي هتطبع تخلي بالها من الموضوع ده وتعمل تنسيق، والتانيه تجرب في الموضوع ده لحد ما تلاقي الشكل المناسب. علامه البنت طبعا ان انت تطبع، انك تطبعها بشكل فعلي، وعلامه البرميشن انك ايه تمنع وصولها او حاجه زي كده، انك تحميها من ال من الايه هو بيشغل ايه دخل على موقع شركة مايكروسوفت، سيبك منه. وطبعا عندنا زرين، كام ثلاث زراير الذهبيين اللي احنا عارفينهم بتوع سيف، اللي هو هنا هيشتغل زي سيف اس، لاني ما سيفتش حاجة من اول ما دخلت. وفي الاوبن لو انا عندي حاجة بالفعل موجودة على الجهاز اكسل فانا عايز افتحها، وبعدين نيو لو انا عايز اعمل صفحة جديدة خالص من الاكسل. تمام، هلاقي ده بوك 1 وده بوك 2، يعني ولد لي بوك جديد خالص لمجموعه الشيتات. هنلاقي تحت بص ده اسم البوك اللي هو الفايل الاكسل اللي كله على بعض، بيبقى فيه شويه شيتات، ادي شيت اولاني، شيت تاني، شيت تالت، شيت رابع، احنا كل ده شغالين في شيت واحد. الشيت ده يعني صفحه، الصفحه دي فيها ملايين الخلايا، لو نزلنا تحت كده هنلاقي خلايا بالملايين. شوف هوريك حاجه، ده عدد خلايا، ده عدد صفوف الاكسل 65536 كويس. ارجع اطلع لفوق، انا عملت الحركه دي كنترول السهم لتحت وكنترول سهم لفوق، ده يخلينا نجيب اول خليه وده يخلينا نجيب اخر خليه. تمام، لو بصينا بقى في الناحيه الثانيه، مشينا مع العمدان، اقول كنترول وبعدين اضغط زرار الشمال اهو، بيتني ماشي الحروف A B C D E F G H كده تمام لحد ما يخلصهم، يقوم عامل A A B A C بعد كده B مش عارف ايه تمام، تاني ماشي كده يعمل لحد 256 حرف، 256 عمود، يعني 256 عمود. يبقى انت هتضرب 256 عمود في 65000 زي ما قلت لك، في 65536 يطلع لك الرقم، يطلع لك مش عارف كام مليون. ممكن نيجي هنا من البتاع، كم 65536 في 256 كم 16,777,216 خلية. يبقى كل الخلايا ديت متوفرة قدامك. فانت لو عندك عدد لا نهائي، يعني مش عدد لا نهائي، يعني قصدي عندك عدد كبير جدا من العمال في الشركة بتاعتك، شيت اكسل واحد هيكفيهم. يعني لو عندك 65000 واحد شغال في الشركة بتاعتك، شيت اكسل واحد هيكفيهم. بس هي هو بيتيح لك الامكانية دي عشان تبقى انت بتشتغل براحتك. لو انت عايز تحط الحاجات كلها في شيت واحد اهو سهل، لو انت عايز تعمل شيت تاني، لو دخلنا على الشيت التاني هنلاقيه شغال انجليزي فحوله ايه عربي زي ما احنا متعودين. الشيت التالت ليه شغال انجليزي، احوله عربي زي ما احنا عارفين. تمام، ممكن اعمل شيت من دولت لكل حاجه واغير في اسامي الشيتات، وده اللي احنا هنشوفه في الايه في الفتره الجايه ان شاء الله. نستأنف ان كنا بنقوله عن الاكسل، فتحنا بالشيت اكسل جديد فاضي خالص كويس. عاوزك بس تعرف ان زي ما قلنا ان شيت الاكسل او البوك ده مكون من مجموعة شيتات، فانا عندي شيت 1 2 3 4
ممكن اسميهم واغير في تفاصيلهم واغير في عناوينهم. يعني ممكن اتاك كليك يمين اضيف واحد جديد من عندي، كان عندي ثلاثه، فيقول لي اضافه ورك شيت جديد، اقول له اوكي يبقى بقى عندي الرابع، اقوم سحبه كده مرجعه ورا اخليهم مترتبين صح. اول واحد ده انا هخليه بالطريقه العربي. تاني حاجه هتاك عليه كليك يمين واعمل له رينيم، اسميه ايه؟ اسميه مثلا مرتبات. هنعمل فكره ان احنا هنعمل ايه، مرتبات مجموعه موظفين في شركه معينه مثلا. كويس تمام جدا. تاني واحد اسميه كليك يمين رينيم مثلا درجات طلاب. كويس، وليكن برضو زي ما قلنا هنخليه عربي برضو. كويس، نخش على بتاع المرتبات ده مش مميز، فممكن اعمل له ايه تاب كولر، اختار له لون معين اخليه مثلا باللون ده كده. كويس، فيبقى ايه مميز ومن وسط ايه زمايله، واخلي التاني لون تاني. كويس، فكده بقوا ايه مميزين. ده بتاع المرتبات. لو بصينا بص هنلاقي ان الخلايا صغيره شويه، فانا محتاج ان انا اكبر الخلايا حب. طيب هكبر الخلايا ازاي؟ اقوم معلم على كل الخلايا. علشان اعلم على كل الخلايا ممكن اختار كنترول ايه بلوحه المفاتيح، او ممكن اختار زرار الخلايا نفسه اللي هو ده، ده بيعلمني على كل الخلايا. تمام، اضغط عليه بيعلم على كل الخلايا اللي هو ايه، لا هو لا هو خليه ولا هو في صف ولا هو في عمود، مع نفسه ده. خلاص، عايز اعدل بقى في احجام الخلايا دي، اقوم داخل على قائمه فورمات الاقي في حاجه اسمها رو وفي حاجه اسمها كولم. اخش على رو الاول، اقول له انا عايز اعدل في الهايت، هيقول لي الهايت بتاعك كذا، اقول له خليه 20. اوكي مثلا يعني 20، لقينا 20 مش كفايه، ممكن اقوم داخل ومخلي الهايت ان شاء الله 30، كبرناه جامد جدا. وبعدين الكولم اقوم ايه مخليه 20 برضو. ليه انا بكبر الاحجام بالشكل ده؟ عشان يبقى مريح في التعامل معايا، ان انا مكبر الخلايا في حجمها بالنسبه لي كبير، فبقدر اتعامل معاها كويس. كويس قوي. اجي ابص بقى الاقي ان انا عايز اعمل الموضوع ده اسميه كشف مرتبات. فاول حاجه اقوم معلم على الموضوع ده كده واسميه ايه، واقوم عامل دمج للخلايا، اقوم كاتب كشف مرتبات. بدل ما اعمل كده انا شايف ان احسن ان انا اضغط ان هو كده، واقوم عامل شايف ان كفايه صف في منهم، يعني مش شرط كده كل الصفوف دي. اضغط ان هو كشف مرتبات الموظفين، اقوم معلم على كل الكلام ده، كبر الخط ومظبطه زي ما احنا متعودين. تمام كويس، تمام اميز برضو الموضوع ده واخليه مثلا بلون مريح ليا كده مثلا. يبقى ده كشف مرتبات الايه الموظفين. اجي بقى اول حاجه اعمل مسلسل، ده انا اوريك ان احنا بنشتغل على الاكسل ازاي، او نموذج للشغل على الاكسل. 2 3، انا عايز الحاجات كلها تبقى نفس الخط ونفس الحجم، فاضغط على الحاجات كلها واضغط على كده، فكده يخلي لي المسلسل في الوسط. وبعدين اقول له المسلسل ده خليه لي بخط 22، خط 22، وخليه لي بولد. كويس تمام، كل الكلام باللون الاسود مفيش مشكله. تمام، انا عايز بقى انطاق من البتاع بنفس البتاع دي، فاقوم قايل له اعلم عليه، واقوم واخد الايه الفورمات بنتر وضغط عليه ضغطتين. كويس، اخد الفورمات بنتر واضغط عليه ضغطتين مع بعض، اعلم بقى على المساحه اللي انا ناوي اشتغل فيها كلها، اعلم على المساحه دي مثلا مبدئيا. كويس تمام، كل المساحه دي لو تلاحظ بقت شكلها شكل كلمه مسلسل، يعني تنسيقها تنسيق كلمه مسلسل. كويس، فده طبعا هيسهل عليا الموضوع جدا. انا كتبت 1 2 3، هقوم ضاغط كده نزل تحت مثلا لحد 17، لحد ما انا وصلت وانا كتبت 1 2 3، كنترول زد علمت على 1 2 3، وبعدين نزلت بيهم كده لحد 17 14 اسم مثلا. كويس ماشي، بعد كده اقول اسم الموظف. تمام، اكبر خانه اسم الموظف ده اخليه احمد
محمد سليمان مثلا، تمام، ونفرض ان في موظف تاني وتالت ورابع وخامس، هندخلهم ارقام عشان السرعه، 2 3 5 7 10، اي ارقام، ارقام عشوائيه. يعني انا بفترض هنا ان انا دخلت اسامي ناس، طيب انا حرف الميم عندي معلم، تمام، يبقى انا دلوقتي هنا كاني دخلت اسامي ناس، بس عشان الوقت مش هندخل اسامي ناس، تمام، ماشي. هنقول اساسي المرتب، وبعدين هنقول حوافز مثلا، وبعدين هنقول بدلات، وبعدين هنقول خصومات مثلا، يتخصم منه نتيجة أي حاجة، وبعدين هنقول المجموع النهائي اللي هو يقبضه فعلا، تمام، ماشي، تمام. فهنقول إن هذا الشخص مرتبه 1000، كويس، حوافزه 10%، فأعمل حكاية 10% إزاي؟ هقوم قايل إن الخانة ده هي بتساوي، تمام، هنضرب الخانة ده هي في بوينت واحد، بوينت واحد يعني 10%، أقوم داخل إنتر، هيبقى إيه؟ حوزه 10% من اساسي مرتبه اللي هو بقى 100 جنيه. طب لو خلينا المرتب 1500، هلاقي بقى هتحافظه 150 جنيه، يبقى انا اقول محافظه 100 ايه، 1000 جنيه، واللي تحتيه 800، واللي تحتيه 700، واللي تحتيه 900، واللي تحتيه 800، تمام. بدلاته، بدلات دي ثابتة على كل الموظفين مثلا، مثلا برضو دي بتساوي مثلا 50 جنيه، ثابت على كل الموظفين، فهم واخد منها كوبي لكل الموظفين، تمام، متاخده كوبي لكل الموظفين. الخصومات مثلا نتيجة غلطة معينة كلهم غلطوها مع بعض، فتقسم كلهم مثلا برضو 10%، لا مثلا 5% من المرتب، او 5% مثلا، فمحتاج ان انا اعرف قيمة 5%، فاقول ايه يساوي، وبعدين اقوم جايب الرقم ده، اقوم جايب بوينت او 5، يبقى كده ايه يساوي، وبعدين اعلم على الخانة دي بس، وبعدين اقوم اقول له اضرب ببوينت او 5، كده جاب 50. يبقى كل واحدة هتقسم من مرتبه 50% نتيجة غلطة جماعية، تمام. لو بصينا بقى، انا عايز اجيب حوافز بقيه الموظفين، همسك كل موظف واقول ده كذا، ده 10% ومن ال 80 يبقى كذا، لا، هاخد من ايه، ما دام حكمهم حكم اللي فوق زيه زيهم، فايه فيتجابوا مره واحده. كمان الخصومات بنفس الشكل، تمام. بعد كده احب اجيب المجموع، اعلم على الخانات دي كلها واجمع، وبعدين اطرح. طب يقول لي ازاي هننفذ عمليه جمع وطرح في نفس الوقت؟ اقول لك بقى، يجي هنا دور انك تعمل فورمولا كويس. ازاي بقى الفورمولا الكويسه دي تيجي؟ هقوم قايل ان انت هتجمع الارقام دي كلها وتطرح منها الرقم ده، عادي جدا، يساوي ده زائد ده زائد ده ناقص، دخلنا في اللي جنب منه كده، الموضوع مش هينفع. هقول لك نكبر الخانة دي خالص، اسمها يا سيدي اهو، تمام، تمام. لو بصينا الخانة ديت، عشان لو ما جاتش نعرف اسمها F4، ممكن احنا ندخل اسمها بايدنا، ممكن انا اقول هنا يساوي، واقول له ده زائد ده زائد ده ناقص الاخير. الاخير ده لو ما كانش ظاهر قدامي او حصلت لغفنه زي المره اللي فاتت كده، انا عارف ايه، عارف ان الخانه دي رقمها اف 4، فاقول له اف، خلي اللي هو انجليزي، واقول له خلي اللي هو انجليزي اف مثلا 4، كويس، واضغط انتر، يبقى الراجل ده في الاخر هيقبض كذا. كلهم بنفس الطريقه، يبقى انا كده حسبت مرتب موظف. وبعد كده الشركه، المثال اللي احنا بنقول عليه ده 5 موظفين، لو واخد بالك، لو الشركه فيها 1000 موظف اللي كلهم بيطبقوا عليهم نفس القاعده، بنحسب مرتبات الموظفين كلها في ثانيه، احنا كده عملنا كشف مرتبات. بعد كده بقى بننسق الكشف ده، بنعمل مثلا الصف اللي فوق ده بلون مميز، كده بنعمل مش عارف اسامي الاشخاص دي مثلا مجازا بلون تاني كده، بنعمل اسامي الحاجات ديت هنا اللي هي فيها اختلافات ديت، بنعملها بلون تالت كده،
وهنا ده بلون كذا. تمام. ونفرض بقى ان احنا عايزين في الشركة بتاعتنا نعرف الاشخاص اللي مرتباتهم تفوق 900 جنيه، كويس؟ فمحتاجين نعمل ايه؟ حاجة اسمها كونديشنال فورماتنج، ان انا بلمحة واحدة اعرف الرقم ده فوق 900 ولا تحت 900، فاقوم جاي ضاغط على الرقم ده، تمام، واعمله كونديشنال فورماتنج. اللي هو بيجي منين؟ من قائمة فورمات كونديشنال فورماتنج، بقول له نسقهولي تنسيق معين على اساس القيمة بتاعته. فهو بيقول لي الفاليو بتاعته لو اكبر من، انت طبعا عندك بتوين، يعني ما بين رقمين، او نوت بتوين مش ما بين الرقمين دولت، او بتساوي الرقم ده بالتحديد، او لا تساوي، او اكبر من او اصغر من او كذا. قدام كل الخيارات ديت، اكبر من واصغر من وبيساوي، اقول له انها اكبر من. اكبر من كام؟ 900. كويس. نسقولي بتنسيق ان الراجل ده مرتبه كبير، فعلمني عليه علامة مميزة ان الراجل ده، اعمل لي عليه مثلا لونه بالاحمر. كويس. تمام. فلو في شهر من الشهور مرتب احمد تجاوز 900 جنيه، انا هعرف من لمحة عين، بدل ما كنت اعرف ان انا امسك الالف موظف اعدي عليهم واحد واحد، لا، ده انا بمجرد النظر بعرف بايه، من الالوان الحمراء اللي لونه احمر يبقى ايه، تجاوز ال 900 جنيه. اوكي. طيب فرضنا ان احمد محققش الشرط ده، وجيه هنا ومرتبه بقى 500 جنيه اساسي لسبب من الاسباب، هلاقي ان ايه، ان اللون ما اتطبقش عليه. يبقى اكسل ايه، بيفهم وبتعلمه انت شرط معين، يقوم هو مطبق لك الشرط ده على الناس كلها، وتشوف انت الموضوع زي ما قلنا وزي ما ايه شفنا كده. كويس. نفس الفكرة هنعملها لو كانت درجات طلبة، هنيجي هنا برضو ونعمل نفس الحاجات اللي احنا عملناها، بس هنقول ان لو خدنا نفس اسامي الناس ديت، كويس، عشان احنا نسمي نفسنا، ممكن نسمي بقى هنا عبد،